السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع شيق، وهو الجعران المقدس في معبد الكرنك. الجعران في الأصل هو حشرة صغيرة يعني لونها أسود، يعرف في اللغة المصرية القديمة باسم خبري، وهو أحد الأشياء التي ترمز إلى إله الشمس رع. طيب الجعران اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة هو الجعران الموجود في معبد الكرنك قدام البحيرة المقدسة اللي عملها الملك أمنحتب الثالث أحد ملوك الأسرة 18 في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. الجعران ده اللي بنتكلم عليه يعتبر من أشهر الجعارين في العالم. وجعران عموما رسم وصور في العديد من المقابر، في المصري القديم صورها على جدرانها. الجعران ده في أسطورة قديمة مرتبطة به بتقول إن الجعران اللي هو خبري ده هو واهب السعادة والحظ الحسن والحياة الجديدة، وإنه سبب في إنجاب السيئات وسبب في فك النحس، وكان بيوصف للبنات حديث الزواج يعني اللي تأخرت في الحمل إنها تزور معبد الكرنك وتأخذ لها لفتين حوالي الجعران ده أو سبعة تحديدا، وتستحمى في البحيرة المقدسة اللي قدامه، وبعد كده إن شاء الله تحبل. الجعران هو رمز الأبدية وشروق الشمس عند المصري القديم، لأنه كان بيعتقدوا أنه هو خلق نفسه بنفسه لأنه جاء من روث الحيوانات ورمز لشروق الشمس. المصري القديم كمان كان يطوف يوميا، يعني عندما تشرق الشمس يطوف سبع لفات حولين الجعران ده، اعتقادا منهم انه يجلب السعادة والفأل الحسن. كان المصري القديم برضو بيوثق الزواج على الجعارين يعني بحفر نص كتابي عليه، وفي نص على الجعران ده نفسه بزواج الملك أمنحتب على الأميرة السورية. يعني تعود الأسطورة إلى كمان مش مجرد بس الأسطورة دي مرتبطة بالجعران لوحده، مرتبطة بالبئر المقدس والبحيرة المقدسة اللي كان بتستحمى فيها الحريم للتبرك وجلب السعادة وفك النحس. وكان أهالي الأقصر واللي حواليها كان بياخدوا من مياه البحيرة المقدسة دي ويسبحوا بها الحريم لفك النحس يعني. وهناك حكايات كثيرة مرتبطة بهذا الجعران. أسطورة الجعران المقدس بتجذب الآلاف من السائحين من أنحاء العالم اللي بيتوافدوا إلى الأقصر من أجل رؤية هذا الجعران، وإنهم يلفوا حواليه سبع لفات. فلما أنت تخش معبد الكرنك وتلاقي إن الناس سايبة كل التماثيل الضخمة الجميلة اللي هي في غاية الروعة والجمال، وسايبة كل الضخامة بتاعت معبد الكرنك العظيم، وقاعدين بيلفوا حوالي الجعران الصغير ده، فما تتعجبش وتعرف ان كل ده مرتبط بالأساطير اللي تكلمنا عنها عن الجعران. وشكرا، ونراكم في حكاية أخرى إن شاء الله.